يسعد لي مساكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا على شاشه ال بي سي وروتانا خليجيه. بدايه اسبوع موفق بدي اتمنيه لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا. وبننطلق بحلقتنا لليوم، وهل شي مره فكرتوا انه طريقه جلوس الطلاب والتلاميذ ممكن تاثر على طريقه تفكيرهم وايضا مشاركتهم بالصف؟ كل التفاصيل بتتابعوها خلال حلقتنا لليوم بفقره خاصه. شو هي أبرز المشاكل والإصابات يلي ممكن أن تتعرض للركبة؟ وكيف فينا نجنبها المشاكل المباشرة وغير المباشرة؟ منشوف سوا بفقرتنا الطبية لليوم. واستوديو بلايف بتزين اليوم بمجموعة من الفتيات الجميلات رح يزينوا رانوي حلقتنا، بمجموعة هيك دايما على الموضة وكل ألوان وأقمشة خاصة لعمرون. أكيد فقرة موضة بتتابعوها خلال حلقتنا، ولكل أم خليكي معنا. أما هلأ إلى مطبخ بلايف لنشوف مين معنا شاف لليوم. اليوم معنا الشيف حنان داوود يلي دايما عودتنا على وصفات شهيه وصحيه. اهلا وسهلا فيك شيف. لو بتشوف التيم كله شو بحبك. اليوم عنا شيف حنان، يمي الاكل طيب رايك؟ انا كمان بحبكم. اهلا وسهلا فيك شيف. اليوم شو الاكل، شو رح تحضري لنا؟ يلا اليوم انا بغير، كل مره لحمه دجاج، مره اليوم عامله سي فود. ايه اليوم عامله شريمس اللي هو الريديس بيل بيل، وصفة إسبانية بس على طريقتي. دايما شايف بتجيبي لنا وصفات من بلد كل مرة. ايه هيدا قريب لنا، هالوصفة قريبة لنا كمان احنا. في عنا مثل الوصفة بنعملها كمان بالفخار، بنحط فيها بندورة. هن في منهم بإسبانيا ما بيحطوا بندورة، بيقلوا الثوم مع الزيت، بيحطوا الشمس والبهارات الفليفلة حلوة والحر. نعم. اليوم عاملينا بالفخارة وراح نفوتها على الفرن. الوصفة هي زيت وثوم، ريدس مثل ما عم تشوفوا، وفي عنا كمان بابريكا وحار حلو بنزين فيه. دايما وعندي بتحط كثير بهارات هيك بتعطيها نكهه مميزه للاكله. وعندي توم كمان وبقدونس وكزبره. يلا اكيد رح ندوق اللي حضرتي لنا اياه شيف، وهلا رح نتركك على رواق. نرجع الى ساشا ومجموعه من الاخبار المنوعه لليوم. منبلش بأخبارنا لليوم، وتفاجأ مسؤولون بشركة أمريكية بعامل نظافة بيجني سنويا حوالي 250 ألف دولار. وبالتفاصيل يتقاضى ليانغ تشانغ راتب أساسي وهو 557,447 دولار بالسنة، بالإضافة إلى 14,361 دولار بالشهر من عمله بالتنظيف بسان فرانسيسكو. ولكن التحقيق كشف أيضا أنه بيجني حوالي 162,350 دولار بالعام نتيجة عمله لساعات إضافية. الجدير ذكره أنه هالرجل الخارق بيعمل لساعات إضافية كتيرة، إذ أنه عمل بشهر تموز من العام الماضي 20 ساعة باليوم لمدة 18 يوم. يعني قديش عنده طموح هالعامل النظافه بالفعل، ويعني ما نخجل باي وظيفه لانه بالفعل مع الاصرار والعزيم ممكن يحقق كمان هالراتب، يعني كمان العالي نسبه لمجال عمله. اكيد ساشا شخص عن جد جدير بالاحترام، بس لو بيشغلنا معه كمان راتب عالي عن جد. صحيح. طيب. شو خبرنا التالي؟ خبرنا التالي ساشا عن نجم كرة القدم العالمي. اوكي. وبيكشف لاعب كرة القدم الكرواتي ايفان راكيتيتش انه زميله ببرشلونة النجم ليونيل ميسي اشترى بيت جيرانه لحتى يكون وحيد وما بقى يزعجوه لإله ولا لعائلته. ويبدو انه ميسي تعرض لكثير من المضايقات وعانى من الضجة بسبب الجيران، وهو بفضل الحياة الرايقة وبحب كثير خصوصيته. جرب انه يبني جدار عازل لتخفيف الضجه، ولكن البلديه ما سمحت له بذلك. فاخر شيء قرر انه يشتري بيت الجيران يلي وافقوا من بعد مفاوضات عديده على بيعه للاعب الارجنتيني. يعني فينا نقول هون ساشا انه ميسي اشترى راحته، ولكن اكيد بسعر كثير عالي، ولكن هذا شيء كثير مهم خاصه ساشا يمكن للمشاهير يلي هن كثير بحبوا خصوصيتهم وبحبوا الرواق، لانه بيكونوا دائما معودين على الضجه. صح، وتحت الاضواء ومش هينه عن جد، يعني خاصه بالمكان اللي انت ساكنه فيه او بمنزلك لازم تكوني مرتاحه وتتمتع بهالخصوصيه فحصل عليها. حصل عليها. خبرنا التالي، طور 3 شباب المان سياره كهربائيه جديده بيتم شحن بطاريتها باستخدام الواح الطاقه الشمسيه. وبيقول مطوروها السياره انهم بيستهدفوا على
العمالة بسعر محتمل وقادرة على الاستمرار بالعمل. وذكرت شركة سونو موتورز الناشئة اللي تطور هالسيارة اللي بتاخد شكل البيضة إنها تلقت طلبات حجز 800 سيارة بالفعل، ومن المقرر بدء إنتاجها عام 2019. وقد نجح الشباب الثلاثة بجمع مبلغ 330 ألف يورو لتأسيس الشركة وتطوير فكرة السيارة اللي بتعمل بالطاقة الشمسية. وقد أمضى الشباب شهور بأحد الجراجات لإنتاج أول نموذج مجسم للسيارة، واللي يمكن اعتبارها سيارة كهربائية عادية، إذ لم يتم إضافة خلية الطاقة الشمسية إلى الجسم المصنوع من مادة بوليكربونات. تطور كتير كبير كمان بعالم السيارات، وإذا بتشوفي يمكن شكلها مساعد شوي كمان هالسيارة، عملية أكتر يمكن بتكون، ونحن لازم نحبذ مرافقة للبيئة. صح المزبوط، الحلول الايكو فريندلي، لانه مشكله البيئه والتلوث مشكله ما لازم من اكثر المشاكل اللي عم نعاني منها. رح ننتقل ساشا الى اخر خبر معنا لليوم، الى السعوديه. ورعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله بالرياض حفل العرضه السعوديه ضمن نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافه الجنادريه 31. وقد شارك الملك سلمان بالعرضة السعودية كما شارك فيها عدد كبير من الأمراء. ونشر بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي ولي العهد مقطع فيديو من الحفل يظهر مشاركة الملك. عم نشوف سوا. نشوف الملك ساشا بيشارك شعبه مش بس بالأفراح، مش بس بالأحزان، ولكن أيضا حتى بالأفراح. هيدا كان أول جزء بلقائنا لليوم وأخبارنا. مباشرة بعد الفاصل منطلق مواضيع حلقتنا، فخليكم برفقتنا. على رشقتكم، واحد من الحلول يلي رح يوفر عليكم العديد من السعرات الحرارية هو المحليات الاصطناعية، ولكن هل هي فعلا مفيدة أو بالعكس بتضر الصحة؟ نكتشف سوا مع ضيفتنا خبيرة التغذية ليا حلو. هاي ليا. هاي، كيف؟ أهلا وسهلا ليا. كيفك أنت؟ ماشي الحال حميلة. تمام؟ إيه تمام. ليا، بداية شو يعني محليات اصطناعية؟ أوكي، المحليات الصناعية عنا نوعين. عنا أول نوع يلي بنعتبره free food completely، أو بس نقرأ sugar free، يعني هيدا في المحليات الصناعية artificial sweeteners. وعنا شيء اسمه sugar alcohols يلي بيبقى فيهم وعاتات حرارية قليلة بس موجودة، مش إنه ما أنا موجودة، مثل xylitol مانيتول، كل شيء بيختص بـ all.
بنكون هيدا هو الشجر الكحول. هلا هو نحن مثل ما قلتي بمقدمتك روزاريتا انه كثير عم نستخدم القصص الدايت المحطوط عليها دايت او لايت او شجر فري، لانه بنقول انه نحن ما بنكسب الوحدات الحراريه الموجوده، وبذات الوقت بصير فينا نخسر وزن. وكمان للناس اللي بيعانوا من السكري بيقولوا هيك تما يعلى عندهم السكري بالدم بيكون بديل صحي. بس هلا نحن بال 2017 شو صار في شيء جديد، او اذا بدك الدراسات شو بتقول، هل هالشيء صحي او ضار او منه صحي، وكيف فينا نستخدمه، وشو في دراسات لليوم صح موجوده عن هالانواع. هلا للاف دي اي يعني الفود اند دراج ادمنستريشن يلي نحن بنتكل عليها تعطينا اوكي على نوع سكر محلي او لا، عطي اوكي تقريبا لخمسه ارتفيشال سويتنرز منهم خمس انواع، منهم الاسبرتام، السكرالوز، الاسيتيلفين كي، السكرين، والادفنتيم. عندك الستيفيا، سمعتوا عن الستيفيا؟ اوكي، ستيفيا كثير حكينا عنها بالسنه اللي قبل مضيت، بس هي كثير قديمه، بس هي هذيك السنه رجعوا بلشوا يدخلوها، بيقولوا عنها ناتشرال كثير. اتس ناتشرال لدرجه انه الاف دي اي ما قطعت تحت الاف دي اي تتقول لها اوكي او لا، لانه ناتشرلي اوكيرينج. سو هيدي غير الخمسه البقيه يلي نحن سميناها. وهالخمس انواع يعني متوفره اكيد بنقدر نلاقيها متوفره مضبوط اكيد. هلا رح نفوت بالديتيلز فيهم، بس هول هن وانكلودينج اسبرتام. بتعرفي اسبرتام كثير اذنا فيه باخر سنين، وقال انه بيسبب سرطان، سمعنا عنه انه بيسبب سرطان. هلا دراسيا الدراسات فرجت انه معقول يسبب سرطان بالرات، بس مش للفئران، ايه بس مش بالناس. أوكي. يعني مش ذات الشيء، شفنا عند الفئران طلعت وقتها الخوف وصاروا كلهم يلغوا الاسبرتام وخافوا وهيك. هلا دراسيا ما في شيء بيقول انه هالشيء بيسبب سرطان عند الانسان. سو من هيك الاف دي اي بعدها عملتها از سيف او صحيه للاستخدام. ونحن تنكون اخذنا كميه مفرطه، يعني قد ايه بدنا نكون عم ناخذ 20 تنكة مثلا من الصودا يلي فيها اسبرتام تنقول انه نحن بلشنا نقول عم نحكي ب كوانتيتيات كبيره او شكل مفرط معقول ياثر على الصحه، طالما هي اقل من هيك، طالما نحن ما عم ناذي جسمنا يعني. سيف سايد وما نخاف انه نكون عم نتناولها. هلا اذا بدكم بلش بالصور، شفنا شوي صور. ايه بلشت باول صوره وين ليبل شوجر فري. هلا بالمطبخ رح نشوف كمان كيف نقرا دايت شوجر فري بيكونوا حاطين لنا، نعرف شو الموجود المكونات او السكر المحلي الموجوده. دائما نقرا من بعد البرودكت نحن عم نجيبه شو فيه نوع تنكون نحن عارفين اذا هالشيء بيناسبنا او لا، ويعني نلتزم بالخمس انواع كمان اللي ذكرتيها اللي هن صحيه. الصحيه كل شيء منه موجود بهول خمس انواع، يعني الاف دي اي مش قايله عليه اوكي او صحي او عليه دراسات انه نحن بنقدر نستخدمه. سو بنتابع كمان بالصور. هلا هون اذا شايفين المشروبات الغازيه او الدايت سودا اكثر شيء يستعمل فيه اذا بدك الاسبرتام، واكثر شيء مستخدم عند العالم. فرجت الدراسات اخر شيء هلا بالسي ان ان بال 2017 طلع نيوز من جمعتين، والجورنال اوف ذا اكاديمي اوف نيوتريشن اند دايتاتكس شافت انه لحديد هلا وصلنا انه صار في استخدام للسكر المحلي 200% اكثر عند الاولاد و54% اكثر عند الكبار او الراشدين. يعني الاولاد اكثر من الكبار، يعني وعم بتشوفي قد ايه النسبه عليت لليوم نحن قد ايه عم نستخدم صرنا هالدايت برودكتس وحتى عند الاولاد. هلا نحن اجمالا لانه الدراسات بعدها منا كونكلوسيف انه عندنا شيء على الاكيد، لازم كل ولد تحت 12 سنه نبتعد عن القصص الدايت. يكون كميه محدوده مثلا او كميه انه بتقطع، بس مش انه نكون مركزين بنقول لا لانه السكر العادي مش صحي هيك لنروح للسكر المحلي. لا بفضل انه ما ياخذوهم من اثنيناتهم. طيب منتابع هلا كمان في دراسه ثانيه حبيت احكي عنها قبل ما نروح على المطبخ. في دراسه انعملت على 3682 شخص، فرجت بالمشروبات الغازيه انه اللي بيتناول مشروبات غازيه على 8 سنين، يعني فتره كثير طويله، يعني دراسه كثير مهمه، علي البي ام اي او علت نسبه البدانه عنده ب 47% من الناس اللي ما بياخذوا مشروبات دايت
يعني تخيلي انت عم تنصحي عم بيصير في عندك هالبدانه بس انت متكله انه انا عم باخذ دايت او ما فيه سكر او احلال حراريه. شو السبب؟ السبب هون كثير مهم. السبب فرجت هلا الدراسات بس منا اكيد يعني كل شخص شيء انه وقت انت بتاخذي كل شيء دايت جسمك عم بياخذ هالسكر تنبسطي انت فيها بس الهرمونات او راسك ما عم بيفرزوا انه انت صار عندك سكر بجسمك. سو شو بيصير؟ بتصير يضل عبالك بتلاحظي يمكن بتقولي دايت بس بتروحي بكل مثلا بيكون عندك وحده بسكويت ما بتاكلي اثنين وبتكتفي كل العلبه. دائما بالقصص الدايت بتصيري تاكلي بشكل مفرط وبصير يطلع عبالك حلو اكثر وفجاه الدراسات حتى بتروحي ترجعي بتلاقمش حلو مش دايت. لهذا الشيء بيؤدي للبدانه والسكر النوع الثاني. من هيك دائما وقتها بدنا ناخذ سكر محلي هلا صحي بس لازم يكون عم ناخده باعتدال مش بكميه كثير كبيره او نتكل عليه لنشفي وخاصه عند الاولاد. هلا هون شو بالصوره شفنا القصص حكينا عنهم الاف دي اي قالوا عنهم اوكي. هلا اذا بدكم فينا ننتقل شوي على المطبخ نشوف شو جايبين معنا ونشوف القصص اللي نحن يمكن نستعملها كل يوم او بنجيبها من السوبر ماركت. انا عملت سوبر ماركت دغري قبل ما اجي وشفت شو الاشياء المعقول تلفت لنا انتباهنا وكيف فينا الاشياء هي صحيه ولا لا اللي رح نشوفها بالمطبخ. رح نشوف القصص صحيه والمش صحيه والميزهم. خلينا نتفضل انا وياك ليا على الكيتشن هيك نعرف نختار. بتعرفي قليل يمكن الناس اللي بتقرا الليبل على المنتج مثل ما قلت يا ساشا انه نكون عم نقرا الليبل ونشوف اي نوع سكر. هلا رح تشوفي في كثير انواع بيكونوا كاتبين لك شوجر فري بتقومي بتقري او مثلا اسبرتام فري بتقولي خي ما فيه اسبرتام بتقري فيه سكرالوز مثلا انه شو ما في فرق يعني دراسيا السكرالوز مثله مثل الاسبرتام مثل غيره. هيدي لكل المشاهدين الفرق بس الستيفيا يلي هو اكثر شيء ناتشرال ومفيد. هلا ليكي عاملين هون يعني من اكثر الامور ممكن نحن نستهلكها او المنتجات ممكن اذا بدك تشوفي هون اكثر عم نطلع على اذا بدك البونبون بتطلعي بونبون شوجر فري عندك التشوبا تشوبس عندك اذا بتشوفي كمان هول يلي بنحطهم السكر اللي بنكبسها بنحطها محل السكر العادي بالشاي بالقهوه. بتعرفي في كثير ناس بحبوا هالطعمه السكر اللي موجوده كمان فينا نستخدمها. هلا مثلا اذا بنطلع هون بتقري شوجر فري انت بتطلعي من بعدها بنقول شوجر فري اوكي هات لنشوف شو فيها. فيها اسبرتام وفيها اسيسالفيم كي يلي حكينا عنهم اثنيناتهم. سو بتعرفي انه انت هالشيء فيه هالمواد لانه الاسبرتام مش كل الناس ساشا بيتقبلوه في ناس ما بيتقبلوا الفينيل الانين. سو لازم ينتبهوا دائما يقروا على الليبل نشوف اي نوع واذا هالنوع بيناسبنا او لا. اوكي هلا هون كمان تشوينج جام زيت الشيء بيكون فيها شوجر فري اجمالا فيها كزيليتول او مالتيتول كل شيء بيخلص بالاول مثل ما قلنا يلي هن الشوجر الكولز كمان ما فيهم كالوريز وما فيهم ضروره لانه كمان ما بتضر النسبه منها كثيره. هلا اذا بتشوفي هون كمان هول البونبون بناخذهم بيكونوا حاطين لك 0% شوجر بنعرف. هلا ليكي هون حاطين لنا ستيفيا يعني دغري حطوا لنا انه هيدي من ستيفيا ساعتها هي ناتشرلي اوكيرينج حتى للاولاد اضبط ناخذ ستيفيا من غير انواع وبنكون عم ناخذها وما بناخذ الوحدات الحراريه. اوكي هيك هون وهون قرينا الستيفيا هيك واحد بيقدر يشوف نقدر نميز ومثل ما قلت ننتبه لهيدي كمان للاولاد لانه ما فيك تبعديهم عن الحلو والمحلي بشكل معتدل فينا. هلا ليكي هون اللي لفت لي انتباهي انه حاطين الوايت شوكليت حاطين لك نو شوجر ادد نو فركتوز نو اسبرتام. سو الشخص يلي ما بيقرا الليبل من ورا بشوف نو اسبرتام بيقول خي لكن ما فيه سكر محلي وما فيه سكر عادي كله ناتشرال. بتقومي بتقري على الليبل من ورا وبتشوف انه ما فيه اسبرتام بس فيه سكرالوز. سو ننتبه دائما بالشيء اللي مكتوب نكون اكيد وما ننغش بس بالليبلز الكبيره. صح وهون كمان ذات الشيء وهيدي بيعملوها جزء من الدعايه يعني انه ما في اسبرتام تنبسطي انت انه يي ما في اسبرتام بس فيها شيء ثاني يلي هي متميزه للاسبرتام. اوكي كمان شايفين شوكولا ما بعرف اذا مبين كمان وذ ستيفيا مكتوب. اذا بتلاحظي دائما على الليبلز اللي فيهم ستيفيا بيكونوا مكتوبين من برا كمان تو ادفرتايز نام لانه هي ناتشرلي اوكيرينج. وزيت الشيء هو وقتها بنشوف 0% يعني بنطلع انه ما فيها سكر نعرف انه في سكر محلي. هلا في انواع شفتي هيدا مثلا بالشاي جايين حبوب هون بينما هيدا نوع ثاني بيكون بودره بنقدر نحن كمان نحطه اللي بفضل حسب الطعمه
بفضل تحطيها كمان بالشاي او بالقهوه. وهون شو بالدور ولا منيحه؟ الستيفيا كثير منيحه. الستيفيا انا دائما بنصحها لكل البيشنتس عندي انه يكونوا عم ياخذوها بحطوا شوي، بس انتبهي لانه الستيفيا 300 مره سويت اكثر من السكر العادي. يعني بتعرفي في ايام يمكن الناس ما بتتقبل هالقد، شوفوا الكونتيتي اللي انتم بتنسبكم الكميه اللي بتنسبنا الكميه وبنحط على هيدا الاساس. هلا اذا بنطلع هون بنشوف ليكي مكتوب سكرالوز. هلا السكرالوز بتقدري تستعمليه بكل شيء بيكنج، يعني كل شيء انت اذا عم تطبخي حلويات عم تطبخي شيء بدك فيه سكر بتقدري تعوزي السكرالوز. طعمته كثير طيبه، ما بتعمل اريارجو مثل غيره، وبيتحمل الحراره القويه ما بيضل. مش كلهم بيتحملوا الحراره القويه. هون بشكل بودر سو مثله مثل السكر بنقدر نستخدمه بالحلويات، بس هون بس لكل شيء مطبوخ، يعني ما فيك تحطيه مثلا مع الشاي كبديل للسكر. كمان فيك تكوني عم بتحطيه، بس بينما الاسبرتام بيتكسر على الحراره العاليه. من هيك بنلجا للسكرالوز وقتها بدنا نفوت على الفرن نعمل كيك نعمل تارت، بنلجا لهيدا النوع لانه بيتكسر وما بتعود طعمته منيحه الاسبرتام. اوكي اوكي. هون كمان شايفين غير نوع، هول مثلا بتحطي نقطه او نقطتين بيجي فلويد، يعني منه ولا بودر مثل هي ولا حبوب، بيجي كمان هون الفلويد. كمان فيك تحطي نقطه او نقطتين سائل. هون سكرين النوع المحلي كمان هون اكثر شيء بنستعمله بالحلويات، يعني كل شيء حلويات بدنا نعملها بالبيت خصوصي للناس اللي عندهم سكري بنستخدمها. هون شايفين قدامنا ساشا الكوكيز والبسكوي والرايس كيك على الشوكولا، هول اكثر شيء لانه انا بعرف من البيشنتس تبعيتي بياخذوا كسناكس هالاشياء لانه شوجر فري. ننتبه كمان هون مثلا بنقرا انه محطوط شوجر فري وكمان معمول من اي نوع السكرالوز، وزيت الشي كمان على البسكوي هون. سو هون ساشا كثير مهم بالبسكوي انه نكون عم ناخذ الكميه اللي لازمه، ما نروح اكثر، نكون نحن انه لانه عم ناخذ شيء دايت او شوجر فري نقدر يعني نزيد الكميه. ونقول للمشاهدين مش اذا شوجر فري يعني كالوري فري، لانه بتعرفي بس هلا هاي شوجر فري اوكي، بس مش معناتها انه انا اذا اكلت وحده بسكوي يعني ما فيها كالوريز او وحدات حراريه ابدا، لا فيها بقيه الاشياء. سو ننتبه مش كل شيء يعني زيرو كالوريز او زيرو نقدر شوجر. نرتاح بالكميه اللي بناخذها. هلا اخر شيء شو عنا؟ جبنا الهوت شوكليت اللايت، هذا العصير اللي كمان بيبقى شوجر فري محطوط فيه اسبرتام، كمان المشروبات الغازيه او الدايت سودا اللي محطوط فيها اسبرتام. هون شو وضعوا اللي انا بكثر كثير بحس الايس تي هون ما في، يعني هول المشروبات الاثنين ما فيهم وحدات حراريه، بس قلت لك بالدراسات يلي شفناها الناس اللي كثير بتناولوا ايس تي دايت او دايت سودا ادت لبدانه وحتى بدانه بمنطقه البطن، يعني تكدس الدهون بمنطقه البطن وتصير تضلك تاخذي بدك اكثر. حتى بتشوفي ساشا في كثير ايام بياخذ ناس فاست فود وبياكلوا برجر وبيتزا وبيرجع بعدين بليز وان دايت سودا، انه بتحسيه اصلا منه باللايف ستايل الهيلثي الصحي مع انه هو دايت. سو مش كل شيء دايت يعني صرنا صحي ومنيح وبنقدر نخسر فيه وزن، ننتبه على الاشياء اللي نحن صح. واهم شيء مثل ما كنا عم نقول كمان ليا، يعني نقرا الليبل على كل منتج، ما ننغش باللي بينكتب برا، هذا جزء من الاعلان مثل ما قلنا. شكرا لك ليا، حلا عم نقول مبينين توينز اليوم انا وياك. اهلا وسهلا فيك ليا، ثانك يو. فاصل اعلاني ومن تابع خليكم معنا. حب وجرح قلبي فراح لا تنكى جراح، ما يسر القلب حب ما يلوح الا بذيت المشتاق في جمر انت ودد لا حرق ضلع انت وان باقي الضلوع كل الماضي
ومنتابع بفقرات برنامجنا وما أبرز ما قد تتعرض له الركبة بالشكل أو من مشاكل وكيف منجنبها ببعض الحركات المؤذية وشو هي أبرز العلاجات. موضوعنا الطبي بهالفقرة مع الاختصاص بجراحة العظام والمفاصل الدكتور بشير غسطين. أهلا وسهلا فيك دكتور. ميرسي. أهلا فيك دكتور. دكتور بداية كيف هي تركيبة الركبة بشكل عام؟ هلا لازم نعرف انه الركبه مكونه من اول شيء العظم اكيد فيها ثلاث عظمات هي الفيمور الفيمر التيبيا والباتيلا يلي هي الصابونه بنسميها باللغه العربيه. في كمان بالاضافه لها كل عظمه بالمفصل مغطايه بشيء اسمه كارتيلاج او غضروف. اوكي. بين العظمات في عندنا ماده جيلاتينيه هي المينيسك هي اللي بتنخزق بنقول عنده المينيسك مخزوق المريض. وفي الاوتار اكيد الاوتار يلي هي بتعمل ستابيليتي تبع الركبه عند السبورتيف كثير مهمه وعلى المدى الطويل كمان عند الكبار بالامر مهمه. طيب دكتور شو المشاكل يلي ممكن انه تتعرض للركبه؟ طبعا كل واحد من المكون فيه يتعرض لمشكله يلي هي العظم في الكسور يلي هي ملاقيها بعد حادث من بعد وقعه. في عندنا الغضروف فيه انخزق مثل ما الغضروف فيه نشف يلي هي الارتروز بنسميها ارتروز يعني الكارتيلاج يلي الغضروف بيكون عم بنشف وعم بفرفط بصيروا عظام عم بدقوا ببعضهم. في عندنا المينيسك بينخزق وفي عندنا الاوتار بتنقطش عند السبورتيف عند العالم بيمارسوا الرياضه. شو هي الاخطر دكتور؟ هلا ما في اخطر بس اكيد الكسر بيبقى اصعب واحد علاجه لانه في عمليه دائما بالكتر بيع الاوقات بالركبه في عمليه بالكسر اذا الكسر زايح. وفي الارتروز يلي هي الاوستيوارترايتس هي النشاف الركبه بنسميها يلي كمان بتوجع كثير وما لها بعد علاج غير تغيير المفصل وقتها تصير موجعه وتصير. طب دكتور غسطين شو الاسباب لكل هالمشاكل اللي ذكرتها؟ هل من اسباب مباشره مثلا ممكن تكون وقعه حادث شو ممكن اكيد تكون كل اصابه كل مشكله لها السبب تبعها. الكسوره مثل ما قلنا بتكون وقعه بتكون ورم اذا في ورم كمان بيعمل او ضربه قويه كثير على الركبه حادث سير هيدي بتصير بكل فئات العمر اكيد عند كل العالم. في عندنا كمان الغضروف اللي بينخزق بيكون من وراء شيء ريبيتيتيف يعني شيء عالم بقرفصوا كثير بيوقفوا كثير بقرفصوا كثير بينخزق الغضروف. الكارتيلاج اللي هو الماده اللزجه اللي مثل ما قلت عنها مغطيه اللي هيدا بتنشف بساعدها بخليها تنشف هو زياده الوزن. وقله الحركه يعني كل والوتر بينقطش من وراء كمان اكسيدان عند لعيبه فوتبول عم بيعملوا سكي كل شيء له مثلا دكتور صبر. اذا بالسبار اذا عم نعمل حركات هيك شوي صعبه او مؤذيه كمان ممكن تاثر على الركبه؟ اكيد اكيد خصوصا اذا مش محضرين له اذا واحد ما بيعمل سبور اون ريجولر بيسس ما مش دائما بيعمل سبور واجى عامل حركه مؤذيه ما كان محمى ما كان عامل ستريتشنج اكيد رح ينأذي طب كيف ممكن نجنب الركبه هالاصابات دكتور؟ هلا مثل كل اصابه لها طريقه تجنبها وكل فئه عمريه لها طريقه تجنب تتجنبوا الاصابات. يعني الكسوره اكيد ما حدا بيقدر يتجنب كسر وقع بده ينتبه الواحد بس في اشياء مثل الغضروف المينيسك او الاوتار بنتجنبها عند السبورت عند العالم اللي بيعملوا سبور رياضه الرياضيين بيعملوا كثير ستريتشنج بقوه كثير العضل تما تكون ضعيف الركبه. ولازم مثلا رياضي اذا وصل لمحل عم بحس بتعب لازم يوقف ما لازم يكمل. مثلا واحد عم يعمل سكي او واحد عم يعمل ركض او شيء وحس بمطرح تعب يعني العضل ما بقى عم بيسيطر على الركبه يعني في ريسك انه ينخزق الوتر او الغضروف. وفي عند الكبار بالعمر اكيد وقت مش الكبار بالعمر حتى من بعد عمر الخمسين لازم الوزن اهم شيء نحافظ عليه. والحركه ما لازم يكون سيدانتير ما لازم واحد يصير قاعد بالبيت ما بيعمل حركه. وهيدي المشكله بنشوفها كثير عند بالبلاد العربيه او الكبار بالعمر وبالبلاد العربيه كمان. من بعد ما المراه توصل للمينوبوز او قطع الراجل بتصير تجاب تنصح هرموناتها بخلوها تنصح وبتصير هي كمان ما عم تحرق كثير وما عم ما عم تعمل رياضه بس بتنكسر الوتر دكتور او الغضروف. يعني بنسمع انه هالاشخاص يعني عم بيعانوا من الم مزمن مع انه جربوا يمكن اغلبيه العلاجات.
يعني ايام بيمشي العلاج الانتي انفلاماتوري والفيزيوثيرابي، بس اذا الغضروف مثلا عامل بنسميها نحن انس دو سو، يعني الغضروف خلص ظاهر من محله عم بيعمل فلاب بيلعب بالركبه، بسبب ورم ووجع دايم، وبخلي المريض دائما يصير ما بيقدر يعمل سبور، ما بيقدر يعمل رياضه، بحياته اليوميه بتصير تضايقه، هون لازم يعمل جراحه. طيب. بس ايام بيمشي الحال اذا غز صغير وحدا رياضي بيمشي الحال بالعلاج الفيزيائي وبالادويه. طيب دكتور، هل تختلف مشاكل الركبه بين الرجل والامراه؟ بتختلف شوي من ناحيه، اكيد الاصابات والكسوره لا، كل واحد معرض، اذا كان رجل او مراه معرض انه يوقع ويكسر حاله، حتى اصابات الاوتار والمينيس كمان، كل واحد اذا عمل حيلا حركه مش مستعد لها الجسم بيخزقها. بس في عندنا الارتروز هي النشاف الاوسيو ارترايتس، هي شوي زايده عند النسوان بس من وراء قله الحركه، لانه النسوان من بعد عمر ال 50 55 عندنا بالبلاد العربيه وحتى بالعالم كله معرضه للكسل، معرضين مش للكسل، معرضين لانه يكونوا ما يعملوا سبور رياضه ويضعف العضل عندهم ويزيد الوزن، وهو اللي كلهم بيؤدوا للاوسيو ارترايتس او النشاف بالغضروف. طب دكتور، متى يتم اللجوء الى الجراحه بالناظور وشو هي هالتقنيه؟ الجراحه بالناظور صارت متبعه اكثر واكثر، وهي جراحه بنعتبرها ميني انفيزف، يعني ما عم نشق، عم نعمل جرحين صغار، عم نعمل من خلال ناظور وجرح ثاني بنفوت فيه الانسترومنت او الشيء اللي بدنا نشتغل فيه، بنصلح غضروف، بنصلح اوتار، نعيد وصل الوتر الكروازي انتيريور اللي هو باكثر شيء بينصاب عند الرياضيه. فينا صرنا نعمل كذا شغله، اذا الغضروف مضروب بمطرح واحد بنصلحه، بس بعدنا بنلجا لها بس عند فشل العلاج الادويه الا بالاوتار، وقت ينخزق وتر عند رياضي لازم نستبدله، لازم نرجع نصلح له اياه. طب دكتور، التشخيص هون كيف بيتم؟ يعني هلا لازم نعرف انه مش حيلا وجع ركبه يعني في مشكله، اكيد في ايام يكون بس تعب عضلي، في يكون قله حركه عند حدا واجى عمل فجاه سبور تعب، بس وقت يصير الوجع شوي مزمن او يقوى مع الوقت يومين ثلاثه يصير قوي، لازم واحد يستشير اكيد اخصائي عظم ومفاصل. وايمتى بيلجا للجراحه؟ بيرجع للجراحه وقتها مثل ما سبب وقلت، اذا في الوتر مقطوش عند حدا سبورتيف مثلا، اذا جربنا علاجات فيزيائية يعني بحس بوجع اكثر؟ اكيد يعني زاد الوجع ما عم بيروق على الادويه، ما عم بيروق على العلاج الفيزيائي، بس في حالات من الاول بنلجا للجراحه، هي الاوتار وقتها تنخزق، لانه الوتر وقتها ينخزق ما بيتقطب لحاله. بعيدا عن الصوره يعني اللي ممكن يعملها المريض، الفحص السريري كمان ممكن أكيد يكشف نوع الاصابه دكتور؟ طبعا اكيد، حسب وين موجوع المريض، على الفحص بنعرف وين موجوع، كل الغضروف له وجع بمحل، الوتر له وجع بمحل، في انستابيليتي بيكون وقت الوتر رايح، يعني الاجر بتلعب شوي بكل الجهات، في ورم، الورم المي المجمعه كمان بتدلنا انه في شيء سيريس، في شيء لازم له تدخل بالركبه. وعند الكبار بالعمر وقتها تصير اوسيو ارترايتس بتصير الحركه بطيئه عند المريض، يعني ما في ليونه بالركبه، والوجع بصير مزمن اكثر وموجود كل الوقت، بحس بالوجع اكثر يمكن بهالموسم كمان، البرد والسقعه بتزيد الوجع تبع الاوسيو ارترايتس والارتروز يعني. طب دكتور، في جراحه استبدال الركبه، متى بنعملها؟ هلا هي شوي استبدال الركبه بخافوا منها المرضى وبيجوا خايفين انه لا بدنا نستبدل الركبه، هي مش استبدال الركبه، هي بس بنغير نحن الكارتيلاج يلي راح، يلي هو الماده اللي بتغطي العظم يلي وقتها تروح بصير في اوسيو ارترايتس وبصيروا عادم يحفوا على بعضهم، دونك هي التوتال ني ريبليسمنت، حتى بالانجليزي اسمها توتال ني ريبليسمنت، بس هي مش من عم نغير كل الركبه بالنهايه، عم نقص شوي من هالكارتيلاج الرايح ونلبسه شيء بروتيز بتكون اصطناعيه. شكرا لك دكتور بشير غشتين على كل هالمعلومات، وصلنا فيك واهلا وسهلا. انا كمان ميرسي. مشاهدينا بريك وبعده نتابع بقيه فقراتنا، خليكم معنا. فكرتوا شي يوم انه طريقة جلوس التلاميذ والطلاب بالصف بتأثر على استيعابهم ومشاركتهم بالصف؟
هذا هو الموضوع يلي رح نناقشه مع ضيفتنا المتخصصة بالتربية والتعليم والاستاذة الجامعية نادين جودي. اهلا وسهلا فيك نادين. اهلا وسهلا نادين. اهلا فيكم. اهلا فيكم. كيفك؟ تمام تمام. دغري السؤال لفتني لما نكون قاعدين على التيبل هناك، عادة عم لاحظ حالي قد ايه انا بعلي صوتي، بحس حالي انه في مسافة بيني وبينكم، وهلا بالجرس مرتاحة على وضعي. خلص حتصير هيدي اللوكيشن الخاصة فيك. ايه قول وين ما قعدت هون ببيتي مرتاحة معك. اهلا وسهلا. ثانك يو. نادين، شو العلاقة بين موقع جلوس الطالب بالصف وتحصيله العلمي؟ دراسات بتقول بيختلفوا، دايما دراسات بيختلفوا، ولكن اغلبيتهم وافقوا على شغله واحده. نعم. انه التلميذ كل ما كان قريب من الاستاذ كل ما بيكون تحصيله العلمي الاكاديميك بيرفورمانس له اعلى، ولاسباب معروفه، لانه هو بيكون عم يسمع اكثر، عم بيشوف اكثر، عم بيراقب اكثر، بتكون المعلمه عم تقدر تتواصل معه، مش بس الكلمه بتوصل، النظره بتكون بتعطي كمان صائبة. مفعول اكثر. اللي بيقعدوا ورا بيكونوا تلاميذ اللي ما كثير لهم جلاده او ما بدهم يسمعوا، نحكي بدهم نحكي عنه نحكي. طب نادين، شو العلاقه بين موقع الجلوس والثقه بالنفس عند الطلاب؟ هلا مجرد ما هو، نحن اول سؤال كان هو علاماته عم بتكون افضل، اداء وعم بيكون افضل، اكيد الثقه بالنفس بتكون افضل. عم نحكي هون بنربطها مع التحصيل الاكاديمي، بتكون ثقته بنفسه انه انا قاعد قدام، انه المعلمه عم تهتم فيي، بروح على البيت بقول لامه اليوم المعلمه طلعت فيي، سالتني سؤال، لانه المعلمه لا شعوريا يعني عن غير وعي بتكون تركيزها اكثر على اللي قاعدين بالنص واللي قاعدين قدام. هلا شو علاقتها بالثقه بالنفس؟ هون فينا نرجع على اول ما قلتي لي انه بيقعدوا ورا المشاغبين. هلا اللي بيكون عنده مبسوط بحاله انه المعلمه عم تنتبه له، انه ادائه عالي وامه بتقول له انتبه وين تقعد وانتبه على المعلمة، تكون ثقته الأكاديمية عم تعطيه علاماته، عم تعطيه ثقة بالنفس. أما اللي ثقته بنفسه والثقة بالذات بسبب المشاكل السلوكية، وأنا الليدر وأنا القائد وأنا بدي أحكي من المعلمة ما شافتني وأنا قادر أسيطر على رفقاتي، أكيد حيكون قاعد ورا. كمان بين معنا أنه الصبيان بيقعدوا، الذكور بيقعدوا ورا أكثر من البنات إذا تركنا لهم حرية الاختيار المقاعد. فنحن بدنا نضوي هون شوي، نسلط الضوء شوي أنه للأهل أنه ما تقولوا لابنكم قبل ما يروح من البيت عود قدام، لأنه ما بدنا نربط واقع السيتنج بالأكاديميك بيرفورمانس تبعهم. خلي هذا القرار يكون للمعلمة، لأنه هي عارفة حسب النشاط هي بتختار المكان المطلوب لابنها. فهي رسالة، بس هون أول رسالة حنمرقها للأهل، ما تقولوا لابنكم وين قاعد بالصف، لأنه هون أنتم عم تعطوه صورة أنه مكانك عم بيأثر على أكثر. القدرات صح. الذهنية والعقلية، وهو في مؤشر، ولكن المعلمات صاروا أوعى أنهم يوصلوا المسج وين ما كان. بس عادة السؤال من الأهل مطروح، يعني تحصيل حاصل للولد. أول سؤال بنربطه بالطريقة التقليدية زمان، لأنه كانوا قبل يقعدونا نحن بس على الروزي اللي هي طريقة الرو، اللي هو أكيد اللي قاعد ورا ما عم بيشوف، ما عم يقدر يسجل المعلومات بطريقة أسرع، الأتنشن سبان، قدرة الانتباه، تفاعل أقل، ونسبة الأتنشن سبان تبعيته بتقل، فهون طبيعي تكون اكاديميا العلامات شوي متدنيه. طيب نادين، عاده اوقات بيقعدون حسب الاحرف الابجديه مثلا. نعم. شو تعليقك على شو الموضوع؟ شو سيئاتها وشو حسناتها؟ موجوده بعدها كثير، وخاصه باول اسبوع من المدرسه، لحتى يعرفوا كم واحد في عندهم بالصف، ليتاكدوا من العدد، ليحفظوا الاسماء اسرع. فلما يقعدون حسب الاحرف الابجديه هي طريقه كثير قديمه، لحتى نقدر نحفظ الاسماء اسرع، ولحتى اذا بربطها حسناتها انه انا لما عيط لك باسمك بكون عم بعطيكي فاليو اكثر من لما اقول انت وهو. هلا هيدي صارت مفترض انه نشيلها على جنب، لانه اكيد صار في عنا فروقات فرديه، وفي دراسات بتبين انه نحن لازم نقعد الطلاب حسب فروقاتهم الفرديه مش حسب الاحرف الابجديه، لانه سيئاتها اكثر من حسناتها، بتمنع التفاعل، بصير يمكن ما تعرف المعلمه مين عم ياخذ انتباه اكثر من الثاني، سيئاتها اكثر من حسناتها، ومفضل انه نبعد عنها هلا. طب هو عاده يمكن الولد اول ما يفوت على المدرسه بيختار وين يقعد، صح؟ بعدين يمكن بتصير المعلمه هي توجه اكثر مكان الجلوس لكل طالب. طب اذا نقلتيه من الكومفورت زون اللي هو مرتاح فيها نادين، ما بياثر عليه كمان؟ 100%. اذا بنربط العامل النفسي مع العامل الاكاديمي، اذا ما كان مرتاح نفسيا اكيد ما حيرتاح اكاديميا وما حيعطينا نتيجه. فانه هو يختار المكان شوي فيها اول يوم لما يكون الاهل موجودين معه حسب المرحله العمريه، اول اسبوع خلينا نقول نحن نقعدهم بجروب ورك، ساعتها هو
في يختار اي سيركل بده اياها، بينما بس لما المعلم يكون في عنده تاسك اورينتد يلي هو هدف معين ما في يختار المكان اللي هو بده اياه، لانه ممكن يكون في عندنا هون تلاميذ عندهم مشاكل سلوكيه. اذا بدي فوت بتلميذ عنده اي دي دي اللي هو عنده مشكله بالانتباه اوريدي مشخص، في تلميذ معروف انه هو خجول، في تلميذ بيحكي كثير، اذا هو اختار ممكن تكون هيدي تزيد السيئات احسن انه مشاكله اكبر ما انه المعلمه تكون هي مختاره المكان. فالافضل اكيد هون يكون القرار النهائي للمعلمه، ولكن ما عم تفرض القرار على التلميذ وين يقعد. فيها تعطيه احتمالين او ثلاثه، بس هي اوريدي عارفه سلفا وين بده يكون، ولكن تعطيه تحسسه انك انت اللي عم تختار، بس هي صاحبه القرار. يعني فيها تقول له وين بتحب تقعد، هون ولا هون ولا هون، بتكون هي عارفه انه فاصله اللي عندهم مشاكل سلوكيه عن بعض، فاصل الخجولين عن بعض، بتقعد واحد خجول حد واحد عنده ثقه بالنفس، لانه مع بعضهم بيقدروا يعلموا بعضهم، والتلاميذ بيتاثروا وهو بيعتبر انه هو يلي نقى وين بده يقعد. نعم نعم. وهون نحن عم نختار انه حدا مثلا خجول مع حدا شخصيه شوي قويه لحتى يتعودوا على بعض، يتعلموا من بعض، يكملوا بعضهم. اوكي، طيب نادين خلينا نعلق شوي هلا على بعض الصور. يلا نشوف سوا هون شو عم نشوف نادين. هدول هن الاشكال اللي بشكل عام موجوده بكل الصفوف، يعني ما حنلاقي ولا صف الا بده يكون واحد من هدول الاشكال اللي هن حسب الروز، او بده يكونوا جروب ورك، او بده يكونوا بيرسي اثنين، كل اثنين حد بعض، او كل ثلاثه حد بعض، وكل وحده لها حسناتها وسيئاتها. اذا المعلمه اختارت الصوره الموقع الكراسي بالصف مثلا ما تعمل لكتشر بتعرف اي صوره بتختار من هدول، هيدي الصوره للاساتذه لحتى يعرفوا انهم ما ناخذ صف ثابت ومقاعد ثابته، تغير حسب الدرس اللي عندها اياه. هلا يمكن حسب الماده، حتى بالماده الوحده فيها كل اسبوع تختار شيء او حسب الدرس اللي عم، يعني احسن نغير شوي بشكل الصف او بالمقاعد 100%. هلا بالصور اللي بعدها حنشوف كل نموذج من هدول وين حيكون. اللي شفناها قبل كانت صوره من الانترنت، هيدي صور واقعيه من داخل الصفوف. هون كل تلميذ عم بيكون قاعد لحاله، لما المعلم يكون في عنده شيء اسمه بنقول تاسك اورينتد، يعني عنده بيبر ورك هدف معين، بدها تتاكد من اداء كل تلميذ عمل فردي، فمضطرين يكون بهيدي بهالطريقه الجلوس. ولكن هون المعلمه كمان حتى لو قعدوا كل واحد لحال فيها تشجع السؤال والجواب والتفاعل، ممكن يكون في تفاعل هون اكيد حسب اسلوب المعلمه. اوكي، الصوره الثانيه هون عم نشوفهم انه قاعدين عم يشتغلوا مع بعضهم بعمل المجموعات جروب ورك. مزبوط، هون كانوا عم يشتغلوا على ورقه وهون بعدهم عم يشتغلوا على ورقه، ولكن عم يشتغلوا مع بعضهم. وهون عم بتزيد عنا، مش بس هون عم نركز على العامل المعرفي وقياس معلومه معينه، هون عم نقيس قديش عمل المجموعات والتعاوني عم بخليه يعطي اكثر. عقل واحد بيعطي وعقلين بيعطوا اكثر، بيتواصل اكثر كمان. نعم. مع غيره. الصوره التاليه، معظم الصور اللي حنشوفها اكيد هلا هي عمل المجموعات، ولكن شو الفرق بيناتهم؟ هون عم نلاحظ انه مزبوط هن قاعدين سيركلز، ولكن السنتر للصف هي المعلمه، كلهم عم بيكونوا هون مركزين على المعلمه، فشوي المعلمه بتعطي تعليمات، بتعطي كل جروب مساحه يشتغل لحاله، وبعدين هون اكيد حنشوف اثر عمل المجموعات مع بعضهم من خلال بروجكت ممكن يقدموه او من خلال محاضره. هون الريدنج نحن كنا نقول انه القراءه، انه لا كان ننطر كل واحد المعلمه تخلي التلميذ يقرا وكلنا نسمع ونعيد ورا بعضنا. لا، هون في جايدد ريدنج، في شيرد ريدنج، عم يقروا مع بعضهم، مش معناتها الكتاب كل واحد لحاله، حتى الريدنج فينا نطبقهم بطريقه عمل المجموعات. اوكي، رجعنا لهيدي الصوره اللي اوكي شفناها بالاول. اوكي، هاي هلا كثير اذا بدي اطلع على نوعيه الكراسي يمكن هون هيدا السؤال انت شفتيهم هلا 2-2، لانه بكل سهوله ممكن يصيروا 2-2. هلا صاروا هدول لانها مدرسه جديده اركاديا، هون قدروا يجيبوا العفش، خلينا نقول نسميه عفش البيت هون، الطاولات تبعون المدرسه قدروا يجيبوهم بطريقه انه صار على القرن ال21، بس بدنا سهل كثير نعملهم اثنين حد بعض او واحد، حتى هدول فينا نعملهم سيركل، فينا نعملهم مثل بنسميها، مره عملنا حلقه بالزمان، هلا تذكرت كنت عم اقول لك وقتها يو شيب، قلت لك اياها يوتيوب، بعدين هلا بتذكرها الغلطه، فهدول كمان بيقدروا يعملوهم يو شيب. ف
اختيار نوعية الكرسي بخلينا نحن نقدر خاصة ما يكون نادين يمكن الكرسي ملزقة بالأرض ما فينا ولا نتحكم فيها ولا نزيحها ولا نغير بالشكل. اختصرتي للحديث اللي أنا عم حاول أقول إنه نتحكم يلي هي ما تكون ثابتة ما تكون ثابتة نقدر نتحكم فيهم. أوكي. كمان نحن عم نركز هلأ هون مش بس على نوعية الكرسي على قديش التلميذ قادر هون يكون قريب من الأوديو فيجوال من الفيجوال إيدز اللي له. الكراسي اختيار كبرتينا حسيت 100 سنة يعني عم شوف هالصفوف عنه صفوفنا شو غير مودرن لانه عم اقول لك حتى انا بصفوف بعد صفوف ما بلاقي هيك بس لانه مدرسه جديده قدرت تجيب الطاولات والكراسي جديد مش كل المدارس متوفره صح نادين؟ مش كل المدارس بس فينا نجيب نفس الطاوله نحن ب 10 دولار فينا نجيبها ب 200 دولار و100 دولار هي ذات الشكل بس نحن عم نعطي فكره يعني او صوره شو الانسب بالنسبه للطالب وادائه وتركيزه بهمنا نحن هو مش لحتى لو قعدناه على سفنجه على الارض بهمنا نحن هو محل ما قعد مش مهم التكلفة محل ما عم يقعد قديش هو قريب للوسائل اللي عم توصل له حتى يمتص المعلومة بطريقة محببة ليكون قلت عندك الكومفورت زون يكون مرتاح ويصير في تغيير كمان مش تغيير الألوان حتى الألوان بتلعب دور وقديش قربه من مثل أنا هلأ قادرة أشوف سكرين كتير طريقة واضحة قادرة أعبر عنها. اوكي اوكي هون بدي اعلق على مش بس الكراسي بدي اعلق على الديكوريشن اللي موجود داخل الصف بتذكرني بحالي اول مره رحت بدي اعلم كل شيء عندي بوسترز صفقتهم بهذا الصف وعملت الديكوريشن ومبسوطه انه انا صفي ملون بقلبه كل شيء كل معلمه جديده بتكون مبسوطه انه بدها صفها يكون احلى شيء هيدي هون بدي خلي الضوء سلط الضوء شوي على شغله انه ما نحط كل الفيجوالز بفتره كثير قصيره لسبب انه هون عم تعمل ديستراكشن بيلتهت التلميذ بتشتت انتباهه اكثر والتلميذ اللي بيكون قاعد حد البوليتن بورد عنده احتمال يكون يلتهي اكثر من التلميذ اللي قاعد بالنص لانه في عم يقدر يلتهي بالحيط بالصوره بشيلها بخزقها فعم بعد اذا بنلاحظ التلميذ مش حاطينهم كثير قراب على الحيط لحتى ما يقدروا يلتهوا بالبوسترز اللي حوالي منهم سو المسج هون انه حتى الديكوريشن اللي داخل الصف والبوسترز ما يكون عددهم كثير كبير وتكون الصوره واضحه لحتى يكون نرجع نربط لاول سؤال التحصيل الاكاديمي عالي والثقه بالنفس قويه نعم هلا هول بعض الصور اللي اخترناهم من احدى المدارس اذا بنرجع للدراسات نرجع للدراسات بقولوا انه البير ورك كثير منيح والجروب ورك احسن واحسن. في سؤال بيطرح نفسه عم بساله وجاوب لانه بالصوره مش حيكون واضح هذا الشيء، بعمل المجموعات لما يقعدوا التلاميذ بقولوا الاهل انه ابني رفيقه ساعد وهو خلص ما وصل للشغله، بنقول لهم ما تخافوا لانه في شيء اسمه individual accountability نحن عم نشتغل مجموعات ولكن التقييم عم بيكون فردي لأداء كل تلميذ حتى لو قعدوا هن بمجموعة بشكل راوند شفناهم هون على التيبلز أو قعدوا راوند أو سيركل كل تلميذ عم تقدر المعلمة تقيمه والأساتذة صاروا كتير عارفين إنه في فروقات فردية ما حيحطوا اثنين عندهم مشاكل مع بعض لأنه نحن منقلد بعض إذا حطينا اثنين عندهم مشاكل الثالث ما حتى لو ما عنده مشكلة حيصير عنده مشكلة سو السيتنج اختيارنا للموضوع اليوم إنه ابنك وين ما قاعد المعلمة عارفة إنه عم تبعده عن الضرر اللي ممكن يتعلم صح. منه بدها تفيده أكثر ما بعد في دقيقة من الوقت نادين أوكي هون كمان منتابع بالصور الصورة هيدي كمان اللي هي الاندفجوال سيت بعدنا عم نحكي انه كل واحد قاعد لحاله هون كمان فيني اقول امتى فيها المعلمة تستخدم هيدي الطريقة لما هيدي مثلا طريقة العمل الفردي قلنا غير البطاقات فيها اذا مثلا عندهم بروجكت معين ما حتطبق هيدي بتكون اكثر شيء لما تكون هي عم تشرح درس بيكون هدفها تعمل ديمونستريشن عرض واضح للمعلومات فيهم هن ذاتهم هدول ترجع هي مش مهم وين حطت الكرسي هون مهم هي وين بتروح كيف بتمشي فرساله للمعلمه انه هون بنقول شيء طبيعي انه هي المعلمه حتنتبه للكل لا اذا المعلمه ما فتلت بين الكراسي حتى لو نحطه بالرو مش ضده نحن تخلي مسافه لهي تقدر تمرق بيناتهم لانه التلميذ ما بتابع شغله الا اذا كان في رقابه عليه فهون وين ما حطيناه المعلمه عم تكون قديش هي عم تمرق بيناتهم لحتى تخليه تسيطر وتراقب تكيب هم بيزي تخليه هو مشغول اكثر الوقت حلو شكرا شكرا لك نادين عن جد موضوع مش كتار يمكن بيتطرقوا له ولكن ضوينا على نقاط كثير مهمه للاهل ولا الموضوع بنقول انه اتس كومن سنس شيء طبيعي نعرف وين نقعد ولكن الدراسات اثبتت فعلا قديش 84% من التلاميذ بيعطوا افضل لما يكونوا تاسك اورينتد لما يكونوا على الطاولات لحالهم
في دراسات اللي طلعت هلا انه بعمل التعاوني كمان 86% بيقدروا يعطوا نتيجه افضل، والدراسات اكدت انه بس يقعدوا حد بعضهم ممكن يخف تركيزهم على التاسك. فنحن بغض النظر على الدراسات خلينا نشوف على واقع الارض انه كل ما كان في الانتر اكشن وين ما قعدناهم، لو على الكرسي الغالي او الكرسي الرخيصه، مهم نحن هون قديش بنشجع طريقه هن يخلوني يطرحوا الاسئله، هن يطلعوا بالبرودكت، هن يشاركوا والتفكير الناقد لحتى نوصل انه يكون في عندنا فعلا تلاميذ قادرين هن يسالوا ويشاركوا. شكرا لك اهلا وسهلا على كل هالمعلومات، واهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. وهلا عوده الى المطبخ لحتى نشوف مع الشيف وين صرنا بوصفه اليوم. شيف حنان عودة لإلك مجددا لحتى نشوف وين صرنا بالوصفة. هلا شهلنا شوي؟ ايه شهلنا، حطيتهم بالفرن. هلا انا برجع بعيد الوصفة. شو عملنا لهلا؟ ايه بنرجع نعيد شوي. قلينا زيت وثوم. نعم. بعدين حطينا القريدس، هيدي البيلبيل بيحطوا عليها شوية ملح وبهار وبابريكا ونتفة حار. وهي وصفة إسبانية مثل ما كنت عم بتقولي. ايه ايه. بعدين أوكي. انا رجعت عملت الصوص لحالها. نعم. اللي غطيت فيها القريدس، عملت بندورة طحنتها، رجعت خلطت مع بندوره يعني خالصه من السوبر ماركت، رب البندوره، رب البندوره. خلطتهم مع بعضهم، حطيت بقدونس، كزبره، ثوم يعني حطيت بالريدس، حطيت ملح وبهار، حطيت بابريكا، وحطيت اللي هو السويت سويت تشيلي الحار اللي بيجي حار حلو. خلطتهم مع بعضهم، غطيت فيهم القريدس، سكرت القريدس، حطيته بالفخاره، فوتهم على الفرن هلا. نعم. مثل ما عم تشوفوا. اوكي. وهلا عملت انا رز اصفر بزعفران، يعني غنيه بالنكهات. هالوصفه يا شيف مثل يعني ما دائما بتعودينا، يعني دائما من بلد معين. وعملت أوكي. رز بزعفران مثل لانه اسبانيا كمان بيستعملوا زعفران كثير، مثل ما يعني قريبين لنا، يعني بيستعملوا بابريكا كثير، بيستعملوا زعفران، بيستعملوا زيتون. نعم. بيستعمل احنا يعني قريبين تقريبا لطبخنا مطبخنا. للمطبخ. اوكي. عملت رز زعفران مثل ما بتعمل كل ست رز، وعملت سلقتي للرز شيف يعني هلا قليت شوي اللي بده يقلي شوي قليته اوكي. بعدين بيرجع بيقلي، بحط الزعفران ملح، بحطه، يا اما في طريقتين، يا اما بنخلي المية تغلي بعدين نسلق الرز، يا اما بنقلي بعدين نحط مية سخنة. اوكي. يا اما فينا نحط المية يعني مية دجاج، مية لحمة القريدس او مية القريدس. استعملتي شيف مية القريدس بالرز؟ مية القريدس. بعدين بترجع بنخلطها وبيكون عندنا الرز خالص. وعملت تارت فريز ديزرت. عملت تارت فريز، عملت سابلي، عجينة سابلي. بتعمليها من الاول يعني شيف انت بتعمليها، ما بتشتريها خاصه؟ لا لا ما بشتريها خاصه، هي سهله يعني كل ست بيت. هي في طريقتين، في فيك تعطينا هيك فكره عنها لكل يلي بهمه يعمل عجينه سابلي. سابلي والبريزي وكل شيء خاصه بالعجين انا بنصح المراه ما تشتري، يعني تعمل بالبيت، هو سهل. السابلي بنعمل زبده، بتكون ثاني نهار بشتغل فيها بخليها برا. مثلا كميه الطحين نص كميه الزبده. اوكي. بنحط فاني، بنحط صفار البيض، بعدين بنرجع بنضرب السكر بودره. مثلا اذا حطينا 250 جرام طحين بنحط تقريبا شيء 90 جرام 80 جرام سكر بودره، بنحط صفار بيضه بنضربهم مع بعض الزبده والصفار، بعدين نحصل على كريمه سكر، بترجعي بتحطي فاني، بترجعي بتحطي 50 جرام بودره اللوز اللي بحب. انا حطيت بودره اللوز لانه السابلي بالبقله، هو اصلا السابلي بينعمل بودره اللوز والطحين. اوكي. بنحط الطحين كل شيء نواشف، بعدين نعملهم بايدينا ما نعجنهم، السابلي والبريزي كلهم ما بينحب يعني ما بينحبوا ينعجنوا، بس نعملهم بايدينا بنجمعهم بنحطهم بالبلاستيك وبنخليهم، وهيك بكون طلعنا العجينه هي عجينه جاهزه بنستعملها بعدين شي ساعتين ثلاثه حسب الست البيت. اوكي شيف. وأنا لكن دسر باختصار لانه دهمنا الوقت شوي، هو العجين مع الفريز ومع جبنه مثل تشيز كيك يعني عسبلي. اوكي طيب شيف، اكيد نحن هلا عم نحكي ولكن بعدين رح ندوق اللي حضرتي لنا اياه، اما هلا فرح ننتقل الى فاصل اعلاني وبعده متابع بقيه فقراتنا، خليكن معنا. We'll be right back.
وبنختم حلقتنا مع الموضة، ولكن هالمرة الموضة الموجهة للفتيات الصغار اللي بيحلموا يتشبهوا بأمهاتهم ويكونوا على الموضة. كل التفاصيل بناخذها مع ضيفتنا المصممة ديما مصري. أهلا وسهلا فيك ديما. أهلا فيك، ثانك يو. وبرفقة المصور أحمد يونس. أهلا وسهلا فيك أحمد. أهلا فيك، ثانك يو. ديما يلا يلا خلينا نبلش هلا بالقطع. شفناهم للستارز مثل ما انت بتسميهم الفتيات الصغار، كيف تشتغلي اكثر على كل كولكشن خاصه فيك؟ هلا طبعا هن الاولاد هن اللي بيعطوني، البنات يعني هن اللي بيعطوني الوحي مثل ما بيقولوا. بشتغل عليهم اول شيء، بعتبرهم هن ستارز اساسا، هن ستارز، فالشغل بيصير لحاله، بيطلع بطريقه لما يلبسوا ببينوا، هن بتحس ببين الانعكاس عليهم شو لابسين، شو بتحسي دغري بالكاركتر، بيختلفوا لما يفوتوا لما يظهروا لابسين الثياب. شو عم نشوف هون طيب ديما؟ هلا هون هالسنه دارج كثير الرفلز، عملت بالتوب وبالتنوره والتوتو طبعا يعني نون ستوب، قلنا تقريبا شي سنتين نون ستوب عم نعمل تيتو. شي كلاسيك لان بيطلبوا كل كلاسيك، بس عم نحاول على طول نعملها. مثلا هيدا التوتو سبايكي تويست، قصير من قدام طويل من ورا، هيدي الترند كمان. وبلس هلا بلشت تفوت الخرز والتطريز شوي هيك ليعطي مثل الكبار، بس بس انه يكون بيناسب عمرهم يعني kids. شوي for طب ديما قديش بتاخذ معك وقت تنفيذ كل قطعه؟ لانه فيها تطريز، فيها شغل احجار كمان تحطيها، انه منا طبعا طبعا يعني سهلة. انا اول ما بلشت باشياء خفيفه، قطع سمبل اكثر سمبل. هلا بلشت اكثر فوت بالديتيلز بالتطريز، وعم حس الاولاد اكثر عم بحبوا، امهاتهم عم بحبوا لانه عم بقلدوا اهلهم باللبس وامهم كيف تلبس. هنا عم نشوف قطعتين جديد بالكولكشن، هدول الجانجز كولكشن بعد هلا يعني بدها تنزل، يلي هي كلها من تاتو مطرز يعني روكر ستايل اكثر، صح شوي الفيس ستايل كمان ستادز. شو القماشات؟ القماشات ديما اللي عم تستخدميها شو هي؟ القماشات بستعمل اشياء مش كثير ولاديه يعني مثل ما معودين، اكثر بستعمل كيف الكبار، الرسمات اللي على القماش انا بعملهم، يعني الديزاين بيكون لإلي. نعم وبستعمل جلد انسامبل ابيض. الانسامبل الابيض هو جلد مطرز عليه ومشكوك، ومع البانتس الفلير يعني اللي هلا دارج كمان خرج الام تلبسهم، صح حلوين هيك كيف مهضومين الشك عليهم، حتى الالوان هيدا الشيء انت كمان تسعي له، يعني ممكن الام تلبس. ايه طبعا هلا على طول بيجي الام تطلب، يعني بتيجي لعندي ام تطلب لها ولبنتها، على طول بيصير هذا الشيء ماذر اند دوتر، وهيدي ترند ماشي كمان لها فتره، بس انا بفضل على طول الام تختلف عن بنتها بشيء، يعني يضلوا نفس المود نفس الالوان نفس الثيم، بس ما يكون كوبي بيست اكيد لا. طيب احمد دائما بتتعاون مع ديما بجلسات تصوير، كيف الشغل مع الاولاد بتلاقيه؟ يعني قد ايه صعب ولكن قد ايه ممتع بنفس الوقت؟ هلا ما في شك انه تصوير الاولاد صعب بوقت من الاوقات، بس الصبايا اللي بتجيبهم ديما بروفيشنال، بنتها ورفقاتها بروفيشنال عن جد بروفيشنال، واخواتها واخواتها يعني بيقفوا وقفات مودلز. ايه مش معقول هالجيل اصلا صاروا بيعرفوا، مش مصدق يكبر. ايه صح بيعرفوا، بتفكريهم انه لا بدك تعلميهم، بيطلعوا هن عارفانين عارفين شو بدهم. طب احمد شو اكثر شيء بتحب فن التصوير؟ يعني بتحب يمكن هالمجال عالم الاطفال تصورون، ولا لا شغفك بغير محل؟ شغفي الفاشن بشكل عام. نعم الموضه يعني هذا طموحي، واكيد يعني بحب صور عرسان كابلز، بحب صور صور فيها حب، بس بميل اكثر شوي للفاشن. طيب يعني كيف ممكن المصور احمد يتقدم اليوم بمجال الموضة التصوير؟ بده يضل متابع شو اخر التكنيكس بالتصوير، شو الجديد باللايتنج، يعني الاضاءه اللي فيها الوان تعمل جيلز مثلا ازرق مع احمر. يعني في ابحاث ودراسات لازم تصير لحتى الواحد دائما يتطور، في من اساتذه ونحن بنصير نتعلم منهم، وخاصه بالفاشن يعني بتحس فيك بمحل معين فيك تفش خلقك اكثر، يعني منك يمكن محدود طلع جنوني. ايه مزبوط. طب قديش بتعتمد على الفوتوشوب ولا بتحب تترك الصوره هيك طبيعيه اكثر؟ لا هلا يعني اوقات بصور صوره بتكون الصوره خلص بتحكي، خصوص اذا كان فيها لايتنج. بس اوقات كمان بصور صوره بيكون مثلا الباك جراوند شوي فقير، يعني بكون حاطط موقف شوي صعب،
فبضطر بالفوتوشوب مثلا طلع ضوء من هون او غير اللون مثلا شجره خضراء اعملها موف أو بس بتحب تضل الصوره طبيعيه ما تطلع كثير كوجه اكيد يعني أوكي. ما بغير ابدا بالكلاينت وما فينا نغير هيك وجوه اطفال لا اطفال طبعا اطفال حتى فلتر ولا شيء ما بعمل ولا شيء عم تشوف بيسز جداد ديما هون الرافلز رجعوا ديما رجعوا الرافلز بدلهم هلا هي الكولكشن للصيفيه بعد باقي الرافلز كثير حلو عم تقولي لانه عاده بنشوف الرافلز على الكبار يعني ايه. عم تستخدميهم على الصغار لفته كثير حلوه صح استحلينا نحن نلبسهم يلا ديما كيف التفاعل مع الاولاد عم بيحبوا الاولاد يعني بصراحه مغرومين يعني بالقطع اللي عم نزلهم الحمد لله اصلا باك ستيج انا سمعتهم يعني ما بدي البس هيدي انا حبيت هيديك واعطيهم حريه كمان لانه غير ما بقيتوا دبدوب وارنوب مثل ما بيقولوا طلعنا من هالشيء اللي تعودنا عليه نحن وصغار فعم يشوفوا حالهم بيشبهوا امهم بس بعد في التاتش الولادية بركي بالكالرز طب هيدا الباج الصغير كمان من تصميمك ولا لا؟ الشوز لا بس هيدا لا لا هيدا بس انا يعني عندي اياهم بالاتوليه بس مش تصميمي ان شاء الله دي ما استعنتي بجمله all eyes on me بتصاميمك شو القصه وراها؟ هيدي في لها قصص كثير يعني هي كل حدا بيقدر يستعملها بحياته بس هي all eyes on me يمكن انا اول ما بلشت بركي بلشت لحالي اول شيء بالكيدز فكان كل العيون يعني بكذا شيء بتستعمل هلا استعملتها بهالكولكشن لانه بتلفت النظر يمكن القطع كانوا التياب فيري سمبل البيجاما الفلور فيري سمبل كان بدي سلوجن يعطي كونتراست يعمل بالانس للكولكشن وكانت اول ايز اون مي وسبشلي هي بتنحط على العيون وعلى الراس سو نعم هون شو عم نشوف ديما عم نشوف الفلور يلي هلا كثير على الموضه هلا الفلور مع بنتك مش بنتك بنتي بلاك بنتي منسقين سوا باللبس ايه منسقين شوي اوكي قديش ديما بهمك كمان انه الاقمشه اللي تستعمليها تكون مريحه للبنوت يعني ما اكيد هلا قد ما فيي بستعمل الليكرا يعني حتى يزبط على الكل ويكون ناعم ما يكون جفر بجرب قد ما فيي ما استعمل القماشات الواقفه اللي بدي اياهم بالقعده لانه هن قد اند اوف ذا داي بدهم يركضوا ويلعبوا يعني بده يكون براكتيكال طيب احمد شو مشاريعك هلا بالمستقبل؟ ان شاء الله عم بفتح بالامارات دبي نتمنى لك كل التوفيق اكيد ثانك يو اوكي طب اذا اي قطعه مثلا ديما حبتها الفتاه انه تكون غير لون اكيد 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 سبيشلي البيرثدايز لما يجوا بدهم تام معين لون معين او حتى اي شيء من الكولكشن اوريدي موجود بينعمل بغير لون بغير طول بغير اذا تو بيسز بينعمل وان بيس كله بينعمل بيتعدى لانه هو اتوليه فور كيدز صح احمد بنلاحظ اغلبيه الفوتوغرافرز او المصورين عندهم تاتش هيك خاصه فيهم بالصوره يعني بتعرف انه مثلا هالصوره تابعه لهالمصور شو التاتش اللي بتحب انت تتركها بكل صوره هلا ما في تاتش معين يعني حسب مود كل صوره اذا كانت اذا كانت دنيا شتويه مثلا اذا عم باخذ صوره دافيه تكون الوانها شوي على ازرق اذا صيفيه شوي على اصفر ما في تاتش معين يعني حسب كل صوره طيب حسب ديما شو بيكون بدها أيه. كمان يعني حسب صح لا ديما بتعطيني كامل كامل الصلاحيه طيب ديما هلا عم تشتغلي على كولكشن جديده للصيفيه مثلا لانه هون شفنا هلا هون الجانجز هلا بدها تنزل يلي هي تاتو وشوي هيك جلد وستادز والتطريز فيها ليعطيها الفيمينين ستايل هلا للصيفيه في اكثر الكوتور وللايستر يعني في الاشياء الفريش اكثر وغنيه هيك بالزهور وكل فتره في تصميم جديد ولا بتلتزمي مثلا كل موسم يكون في كولكشن او مجموعه لا كل موسم في كولكشن كل موسم اجمالا هيدي كانت دردشتنا رح ندعيكم على الدايننج تيبل قبل ما نفل هيك نتذوق يلا اطيب نتغدى سوا يلا تفضلوا حياتي واقفة عليك من حبي فيك الله يعيني حبك عامل لي مشكلة هتشوف لي حل فيها حبيبي شوف طريقة قلبي الحقيقة جاب اخره مني مش انت برضو عايزني ليك ما يلا احنا فيها نار 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 جوا مني ايه عذاب
شاف حنان بس نرجع نذكر لضيوفنا شو حضرنا لهم من اطباق لليوم. اليوم حضرنا كريفيت بيلبيل، يعني قريدس بيلبيل على طريقتي، هي اسبانيه بس انا زدت عليها بندوره. و قلنا الوصفه كنا نرجع نقول كمان مع الرز الزعفران. ايه، وحطينا شيء بسيط ديسير تارت بس يعني سابلي، وحطيت فوق منها جبنه بس خلطتها مع الكولي تبع الفريز، وحطيت فريز وسكر وخلص. يعطيك الف عافيه. سهله دائما الاطباق، انه الواحد يعني ايه اذا الشيف طلبوا منه شي شغله دغري انه دغري بده يلبي، يعني مش لا وبدي وبدي، يعني كل شيء عنده بالمطبخ بده يجيبه ويشتغل فيه. انا بالعكس بارجو الكل قبل بجمعه وبضل المطبخ ما في حدا يفوت عليه على ثلاث ايام وهيك، حتى اخر شيء تزبط وما تزبط. شكرا لك. اهلا وسهلا احمد. معقول نشوفك مثلا عم بتصور اكل؟ في دائما فوتوغرافرز مثلا بيكونوا مخصصين يصوروا فود او اكل ما كثير، بس برودكتس مصور برودكتس. قد ايه بتختلف التقنيه يعني بين تصور اشخاص وبرودكتس؟ شو الفرق؟ فيها صعوبه كمان يعني، منا هينه. نعم. عندي هذا الشيء هيك بيجي باك جراوند ابيض بنحط له لايتنج خصوصا عشان ما تلمع، ما يلمع الكفر تبع البرودكت. فبدها معلميه كمان. كله بده معلميه. صح. احمد بتقول لك كل التوفيق، شكرا لحضورك معنا. ديما كولكشن ولا اروع. بالفعل موفقه بكل المجموعات القادمه. اهلا وسهلا. ولهون بنوصل لختام حلقتنا، وقبل ما نختم بدنا نقول هابي بيرثدي لوائل، احلى مدير مسرح. سنة حلوة أو في أوكي. لا نحن لازم نحط لك هلا أنا. ينعاد عليك يا مدام. كل عيد وانت بألف خير يا وائل، ما بتزعلنا ابدا ابدا، بالعكس بنضل معذبينك كل الوقت. اليوم فيك انت تعذبنا. وائل بتمنى لك كل التوفيق، ومش بس انا بعيدك، كل الرجي بعيدوك بهالمناسبه، وان شاء الله كل ما نادي يتحقق، وتضلك مطول بالك علينا ولا نهار نلاقيه معصب وائل بيتحملنا. ثانك يو وائل. ثانك يو وائل وهابي بيرثدي. ولهون ما تاكل مشاهدين تابعوا حلقتنا، بكره لقاء جديد اذا الله راد، فكونوا كتار على الموعد. مع السلامه. باي باي.